احنا فين هنا؟ احنا بلاي ستيشن النهارده. انا قلت يعني اتفقنا انا والكابتن احمد عبد القادر ان احنا هنعمل حاجه مختلفه، عايزين نلعب بلاي ستيشن زي ما كل الجمهور المصري بيحب يلعب البلاي ستيشن. مين هيكسب بقى؟ هم ضاحكين علينا على فكره وجايبين لنا بالظبط يا كابتن لسه إيه اياكس وارسنال يعني يعني مستحيل العب مستحيل في البلاي ستيشن. هم طبعا فرق قويه جدا وكبيره جدا طبعًا. لكن هم في البلاي ستيشن الحقيقه الريت بتاعهم مش عالي. الريت هيخلص علينا هنا في البلاي ستيشن. طب هيعملوا ايه؟ طب يلا بقى نحاول بالفرقه دي نحاول احنا وحظنا. بصوا يا جماعه معلش عشان احنا وحظنا بقى وايه بالظبط ونشوف. يلا يا ابو حميد عيش. انا دلوقتي انا الابيض، الارسنال الابيض واياكس احمد عبد القادر هو الايه الاسود. ف واضح يعني يا جماعه انتوا عارفين ان ولا انا بعرف العب بالظبط ولا انا ولا احمد بيعرف يلعب احنا الاثنين ايه. تحب تلعب بلاي ستيشن ولا ممكن شويه مع اصحابي؟ بلعب والله والله بس انا العب فايتنج اكتر يعني مش بس البلاي ستيشن بتلعب ده اكيد عشان ده مهم جدا. خلي بالك هي برضو البلاي ستيشن دي بتخليك تبقى بره جو الضغط وال بالظبط وتحاول تفصل شويه صح بالظبط ما تفكرش تتجوز يا احمد؟ لا لسه شويه لسه لسه يعني بتفكر امتى ولا لسه قدام الوقت شويه ولا لسه شويه؟ بصراحه يعني مش ده الوقت المناسب التزاماته يعني لسه في حاجات لازم اركز فيها اكتر الفتره دي مستقبلي عامه يعني. انت عايز تلعب كوره اكتر الفتره دي مش عايز تفكر في حاجه تانية بالظبط. طب ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ اكتر اكله انا بحبها رز المعمر. ايه ده مش باين عليك؟ لا رز المعمر ده بالنسبه لي جريمه. لا والله رهيب بالنسبه لي الرز المعمر. بتحب الرز المعمر؟ قوي ده يمكن اكتر اكله باكلها في البيت لما بنزل مثلا اجازات او حاجه يعني. الوالد والوالده يعني انا عارف ان هم مسافرين بالظبط معمر طبعا مع البط بقى خلاص كده مش عايز حاجه تاني بقى. بجد؟ يعني انت اكتر حاجه بتحبها المعمر مع البط؟ المعمر مع البط. مش باين عليك يا احمد؟ لا انا اكيل يا كابتن بس الفكره ان انا ما بزيدش انا معدل حرقي بس عالي شويه يعني كطبيعه جسم لكن انا باكل يعني بتاكل يعني ايه تاني غير المعمر؟ طب الحلويات؟ الحلويات حاجات كتير يعني مش نوع واحد الحلويات بالذات يعني بس انا ما مش طول الوقت باكل حلويات يعني بس لو باكل انواع كتير حاجات كتير يعني مش ثابت على حاجه معينه. انا فعلا زيادتي انت لو جبت لو شفت اكلي على زياده على زيادتي انا الطبيعيه مع الاكل الموضوع مختلف تماما يعني. الناس شايفه ان انت يعني ما بتزيدش مثلا؟ ما بزيدش بالظبط مهما اكلت ما بزيدش فدي طبيعه جسم دي طبيعه جسم. موسيماني بيحاسبكم بقى على الزيادات والحاجات دي ولا بتبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ بيوزن لنا بيوزن طبعا بيركز في الموضوع جدا طبعا مين اكتر واحد بيزيد في الفرقه؟ ما اعرفش اكتر واحد بيزيد في الفرقه بس ممكن وبكلم ناس يعني احيانا لما اشوف وزن حد زاد بيكلمه فما بركزش مين بالظبط بس هو في ناس كتير يعني لو مش حاسس ان وزنها زايد بيكلمهم طبعا. عمار برضو كان بيتقال عليه ان هو عمار برضو اكيل طبعا بس ده حقيقي الكلام ده؟ طبعا بياكل بس هو طبعا نفس طبيعه الجسم هو ما بيزيدش يعني نفس الطبيعه بالظبط لكن بياكل طبعا ما فيش حد ما بياكلش بس يعني هو طبعًا. عمار احنا عمار سمعنا ان هو يعني من الاكيله الجامدين قوي. هو قال يا كابتن هو قال كمان هو قال انا باكل خلاص يبقى هو بياكل فعلا يبقى هو بياكل اكيد. هو انا بتكلم يعني عشان هو جيلك وبتاع او اصغر منك هو لا جيلي نفس السن بالظبط يعني انت تخيل انت كنت عارفه بيعمل ايه عارفه من ايام الناشئين اصلا من زمان قوي برضو اخواتنا من زمان قوي يعني والله والله بقالنا فتره كبيره جدا يعني. اخر مره كلمت اكرم توفيق امتى؟ من يومين برضو برضو؟ كان مع بدر يعني احنا شايفين ان هو موسيماني كان راح له عنده بتاع ايه الاخبار عامل ايه هو؟ كويس والله العظيم طمنت عليه يعني الدنيا ماشيه بصوره كويسه واتمنى ان شاء الله يبقى موجود بصوره اسرع ويقدر يفيدنا تاني ان شاء الله بقى كده. طب مش هطلعك من الاستوديو خلي بالك هيقفلوا عليك الاستوديو مش هيطلعوك. ماشي يا سيدي ماشي. عمار اكرم يعني الحمد لله اموره ماشيه كويس. انا بس بطمن من بحاول اطمن اموره ماشيه كويس انا مطمن عليه برده من يومين والدنيا ماشيه كويس وان شاء الله يرجع لنا في اسرع وقت يعني باذن الله. وعمار نفس الكلام بتحاول يتاهل بصوره كويسه دلوقتي وان شاء الله في اقرب وقت يبقى موجود برده. بتتواصل معاه يعني؟ طبعا بتواصل مع الثلاثه طبعا طبعا ده اكيد يعني.
طيب برضو واحنا بنلعب كده مين اكتر فرقه بتحب تلعب بيها في البلاي ستيشن؟ ليفربول طبعا. ليفربول ها؟ سرعات عندهم على الاطراف زق واجري بقى. طيب احنا واحنا بنلعب كده يا جماعه احنا هنكمل لعبه انا واحمد، بس هسيب حضراتكم نشوف تقرير عن احلى اهداف لاحمد عبد القادر.